شائب هارت، ستة أسود، ستة أسود بعد الشائب هارت، ستة أسود، ستة شيريا، سبعة أسود معلش، آس شيريا، خمسة شيريا، ثلاثة شيريا، بيت شيريا، ثمانية أسود، ثمانية شيريا، تسعة شيريا، أربعة أسود، اثنين أسود، عشرة بتاع أسود، ثلاثة بتاع أسود، أربعة شيريا، شائب شيريا، ولد أسود، أس ديناري، ثلاثة ديناري، أربعة ديناري، ثمانية هارت، اثنين ديناري، أس أسود، تسعة هارت، عشرة شيريا، سبعة عشرة هارت، خمسة ديناري، ولد شيريا، ستة ديناري، ستة شيريا، خمسة هارت، تسعة أسود، اثنين شيريا، سبعة ديناري، ثمانية ديناري. دي مجموعة من أوراق اللعب أدوني لها ملخبطة قبل شوية كاختبار صورها لكم عشان تشوفوها. أولا بدايتي من وأنا في الأساس ما كنت بتمتع بأي قدرات عالية أو ذكاء فوق العادي، لا بالعكس كمان درجاتي كانت سيئة بمعنى ما تعنيه كلمة سيئة، وعائلتي هنا تشهد الحالي. كان يعني صراحة سنة تامنة كانت من أصعب الأيام اللي كان مروا في الأساس، ما حصلت الأول أو الثاني أو الثالث أو الخمس الأوائل أساسا. صراحة سنة تامنة اجتهدت فيها، قلت أنا لازم أتغير، لازم أبقى أحسن، لازم أثبت لناس البيت وناس المدرسة وكذا إنه أنا ممكن فعلا أبقى زول شاطر وإنه الأوائل دي ما عندهم فرق مني. بس للأسف خديت قبل النتيجة، خديت حتى الدرجة اللي عاوز أجيبها خديتها في الغرفة وأنا بذاكر. بدر أنت حتجيب كم؟ 272. بدر بيني وبينك حتجيب 280 إن شاء الله، لا حيسمعني أصلا في انتهى. فكان النتيجة كانت أول صدمة بعد الاجتهاد اللي اجتهدته ده كله، جبت 250. صراحة كانت صدمة حارة بالنسبة لي، فشلت في أول تحدي كان جاد بالنسبة لي. خشيت الثانوي ما تغيرت أي حاجة، نفس الاجتهاد. ما أقدر أحكي لكم قصة طالب ما قرأ وفشل لأنه أساساً دي حاجة عادية، لكن المعادي إنك تقرأ وتجتهد وفي النهاية تفشل، دي الحاجة جد جد ممكن تحرقك. في سنة ثالثة كان التحدي رقم 2 بالنسبة لي،
معروف انه تعتقد بقول لك انه دي الحلقه الفاصله زي ما بقول لك، وانه دائما بتكون فيها ضغوطات. شهر 12 كان اجتهدت بجد انه انا اجيب درجه عاليه، وانه خلاص السنه الثالثه دي حتكون بدايه التغيير بالنسبه لي. جاء الامتحان التمهيدي جبت 70. صراحة كنت مصطدم، يعني ليه دائما انا كل ما احاول اقلل الفروقات بيني وبين الناس اللي قاعدين يجوا الاوائل طوالي، لا بجد انا بمسك الواحد فيهم بقول انت بتعمل الحاجة دي كيف؟ يعني انت فرقك من شنو يعني؟ انا بدي افهم انت بتجيبوا الحياة دي كيف؟ ف شهر 12 اتعثرت في اول مرة على تقنيات جديدة، تقنيات التعلم الابداعي. كانت التقنيات دي جديدة بالنسبة لي، وكان التحدي في انه ده شهر 12 فاضل امتحانات شهرين، كيف انا حغير طريقة قرايتي؟ وكيف يعني كان بالنسبة لي تحدي انه انا اضع الرهان على تقنيات جديدة بالنسبة لي، بانه اخذ عليه مسؤولية انه انا ممتحن شهادة ثانوية. بس في الوقت ده صراحة كانوا الناس المؤمنوا بي دل، بالرغم من انه كنت بتلقى انتقادات كثيرة من المدرسة، من البيت، من الاهل، من الاصدقاء، بس دائما كان في ناس بيؤمنوا بي. الناس اللي هم الابطال الحقيقيين اللي هم قدامكم، الوالد والوالدة. وبرضه ما بنسى يعني فضل مدرستي، لانه كان في ايام الاخيره في سنه ثالثه كنت بعيد من ناس البيت، فكان الاسره الحقيقيه بالنسبه لي وانهم الاستاذ الفاضل الاستاذ الصادق، دي تحيه برضه كبيره. بعديها كان الامتحان التجريبي، بدأت بجد انه اغير من طريقه قرايتي، وتعلمت التقنيات التعلم الابداعي لاول مره، واحرزت نسبه 94% في الامتحان التجريبي. كان اول مره ان انا اجي الاول. النظرة الأولى اللي كان بيديني لها المجتمع إنه أنت فاشل، دائما يعني بستيقظ كأني فاشل، بمشي المدرسة كأني فاشل، بجي راجع من المدرسة كأني فاشل، بلعب زي أي زول. لكن أول ما تبدأ تنجح بتلقى إنه نظرات المجتمع بقت غير، بيقولوا والله بدر ده تبعتي، والله بدر ده ولد عمي، أنا بعرفه قريبا والله في فصل واحد يعني، بيبدو طوال شلون؟ أي. فصراحة بعد سنة ثالثة وبعد دخلت رغبتي اللي هي كانت الطب الحمد لله، حسيت انه دي دين تجاه الحاجه دي، تجاه الرساله. فاتعمقت في بحوثاتي اكثر عن الحاجه دي، قريت كميه من الكتب، اتواصلت مع ناس حول العالم عشان اشوف الناس يعني وصلت وين في الحاجه دي. لقيت انه الناس يعني وصلت مراحل بعيده جدا جدا. واحد منهم كان أليكس مولر، ده بطل العالم 2015، وبرضه بيقرا طب، فعشان كده خدت خطوه بالنسبه لي. فاتعرفت عليه وسالته يعني عن التقنيات اللي احنا بنستخدمها في التعلم في الحياه دي. قال لي صراحه يعني التقنيات دي انتهت من القرن العشرين، يعني بتستخدم في حياه بعيده جدا جدا. فحسيت بجد انه انا عندي دين تجاه الحياه دي، وانه انا اقود الناس لفلسفه جديده في التعلم. ده أليكس مولر، لو ملاحظين انه قدامه 31 علبة بتاعت كوتشينا اللي هي واحدة من الحفيظ طومسي، الحفيظ الكتير ده كان علبة واحدة، فقدامه قريب 1000 كريت بيقدر يتذكرهم من أول مرة يشوفهم. وانا كنت يعني واو الناس ديل بيعملوا كده كيف؟ واحدة من الاختبارات بتاعتهم انهم كانوا بيحفظوا 500 رقم في 5 دقائق. منو كان بيتخيل انه في زول بيقدر يعمل الحاجة دي؟ هل فعلا العقل بتاعنا ده بيقدر يستوعب الحاجة دي بالسرعة دي؟ فسألت ناس كتار، تواصلت مع الناس دي، كلهم اتفقوا على حاجتين. الحاجة الأولى انه الحاجة دي طبيعية، الحاجة الثانية إنه أي زول بيقدر يعملها.
بس انا وقفت في نقطة انه اي زول بيقدر يعملها دي، هل فعلا انه انا بدر ابراهيم ممكن اعمل الحياة الخرافية اللي هم بيعملوها دي؟ هل في يوم ممكن انا اصل للحاجة دي؟ 2016 كانت اول مرة انه اتعرف على التقنيات دي بصورة اوسع، وبديت اتدرب عليها في البيت، وبديت اقارن نفسي بالمستويات اللي لقيتها برا. فلما بديت اقارن في المستويات لقيت انه انا اوريدي بقيت في التوب 10 في العالم في الحاجة دي. بقيت أول سوداني يصل لسرعة 60 رقم عشوائي في الدقيقة، وأول سوداني برضو يقدر يحفظ 52 كرت عشوائي في أقل من دقيقة. صراحة كنت يعني بداية لو ملاحظين إنه فتيل النجاح بدأ بس من سنة ثالثة، من أول قصة نجاح الحياة دي تبدأ تمتد معك. كان التحدي الثاني بالنسبة لي إنه لقيت إنه السودان ما عنده أي مشاركات حقيقية في البرنامج ده، في برنامج القدرات العقلية في البطولات. كان التحدي الثاني إنه أنا أخلي الدولة اللي هناك دي تشارك معنا، إنه أضع السودان في الخريطة بتاعت القدرات العقلية، إنه فين أن تكون عندنا حضور ما بين الدول، وده المفترض إنه السودان يكون في الحتة دي. لأنه أنا من الناس البامن جدا إنه في السودان عندنا ناس عباقرة. أنا ما بقول الكلام ده كسيتي لأن الناس اللي لاقوني بجد، عندنا كمية من يعني من العقول البشرية في السودان لو بس لقت التعليم الصحيح، لقت التقنيات الصحيحة، ممكن مش يبقوا عباقرة العالم، ممكن يبقوا التوب في العالم. بديت أدرب في نخبة من 2016 إنه نحن نقدر نشارك في البطولة العالمية سنة 2020 إن شاء الله، وشغالين في المشروع ده لسه. اللي قدامنا دي طبعا أبوي بدأ يبتسم، دي منا بالتغطية. لو ملاحظين بقول في تقنيات معقدة و500 رقم في 5 دقايق الحياة دي صعبة، حبيت أختبر الحياة دي في بالتغطية. كان عمري 6 سنين لما أنا علمت التقنية دي، لدرجة إنه لحد الآن لما نجي أقول لها المعلومة كان رقم 13 كانت شنو؟ بتقول لي رقم المعلومة طوالي. لو قلت لها سمع لي من 1 ل 20 بسمع لك من 1 ل 20، لو قلت لها سمع لي من 20 ل 1 برضه بيسمع لك. أنا كنت مؤمن جدا إنه وبكده أثبتنا إنه الحاجة دي فعلا طبيعية. أنا ما عندي قدرات أعلى من المتوسط أو حاجة زي دي، فقط أنا بستخدم قدراتي العقلية بطرق مختلفة من الطرق التقليدية اللي إحنا بنستخدمها. متحمس أكثر لو قلت لكم أنتوا ذاتكم تقدروا تعملوها؟ تمام. طيب أجي أتكلم لكم عن حاجة بسيطة جدا جدا، كلنا عندنا الحاجة دي يعني العقل ومجانية يعني نقدر نستخدمها في أي وقت. القشرة الدماغية اليسرى والقشرة الدماغية اليمنى، كثير بنسمع عن الحاجة دي صح؟ دار أقول لكم معلومة بسيطة، إنه القشرة الدماغية اليسرى بنلقى إنه فيها الأرقام، الكلمات، القوائم، الحياة المنطقية. العقل الأيمن بنلقى فيه جانب الخيال والصور والأشكال الثلاثية الأبعاد وأحلام اليقظة والحياة الإبداعية. نجي نجرب حاجة بسيطة. لو قلت لكم إنه المتوسط بتاع حفظ الإنسان 7 + 2، هل بنقدر نحفظ 10 كلمات زي ما أنا حفظتها بدون تكرار؟ بتقدروا؟ هسه داير الحاجة هسه بتقدروا. طيب حاجي آخذ كلمات بسيطة، نبدأ بأستاذي أول حاجة. دار كلمة مدرسة. الكلمة الثانية يا بابا حديقة. حديقة. ممكن نتخيل إنه في مدرسة وجواها حديقة جميلة جديد. أختي السعدية دي أكثر زول بتعملي شجرة. جوا الحديقة في شجرة بترقص. لو لاحظت أنا بستخدم روابط غير منطقية لأن ما في شجرة بترقص صح؟ كلمة ليمون. الشجرة بترقص و
لابسة قبعة بتاعت ليمون. شمس؟ جات شمس من فوق سخنت الليمون لدرجة إنها فرقعت. كلمة؟ بعد الليمونة فرقعت طلعت من جواها عصفورة. صاحبي؟ برشلونة. طيب في زول واثق من نفسه، كم واحد حصل قصة قبل شوية؟ كتار صح؟ طيب نجي نستدعي مدرسة، حديقة، شجرة، ليمون، عصفورة، شمس، عصفورة، والحاغر تلقى شنو؟ برشلونة. لو ملاحظين انتم بتقدروا تحفظوا اكثر من كده، لو تابعنا في القصة دي ممكن تحفظوا 10 50 60، ودي واحدة من الاختبارات انه بيعملوا 160 كلمة كان بيحفظوها في 5 دقائق. فبتمرين بسيط نحن بنقدر نصل للسرعات دي صح؟ تمام. كل اللي عملناه انه بقينا نستخدم عقولنا بطريقة مختلفة. بنستخدم عقولنا بالحاجة اللي احنا اساسا اتولدنا بها اللي هي الخيال. ما بنستخدم القشة الدماغية اليسرى فقط، بنستخدمهم الاثنين. لو بنستخدمهم الاثنين كده بنقدر نستخدم عقلنا بصورة أكثر كمالية. لو ملاحظين إنه في الأرقام في تقنيات معقدة بسيطة، بس التقنية الأساسية دي التقنية اللي تتعلمتوها السنة. في سنة ثالثة كان استخدمت تقنية بس بتعديل بسيط بإنه أنا أعرف مواقع القصة، خديت أرقام لكل موقع، خديت رقم لكل موقع وحفظت في كل موقع آية، وبكذا قدرت أحفظ سورة النور بأرقام آياتها في حكاية بتاعت 4 ساعات. لأول مرة أساسا كان أحفظ سورة النور. صورة جميلة صح؟ طيب صراحة أنا بأمن بحاجة أبعد من كده، أبعد من إنه نحن جيل، نحن ناس كبار حاليا بنقدر نغير من طريقة تعليمنا، لكن الحاجة الأساسية إنه عشان نقدر نغير السودان، نغير البيئة اللي نحن عايشين فيها، مفترض إنه نغير الجيل القادم. الجيل القادم ده هو المستقبل، لكن هو ما حيجي وحيغير لنا، نحن حنشيله من يده عشان يوصلنا للمستقبل، بإنه نخليهم يتعلموا صح، يفكروا صح، يستخدموا قدراتهم بالطريقة الصحيحة. وده البرنامج اللي شغالين فيه معاي الأبطال ديل. تلاقينا 4 ساعات بس في حياتنا لأول مرة خططنا لكل البرنامج ده. كحاجة أخيرة بحب أذكرها لكم، دي رسالة تاخدوها من الليلة، ما تثبتوا قدرات عقلكم. عقلكم بيشتغل بكل طبيعية، انتوا اللي بتحدوا من قدراته. الحاجة الثانية تتذكروا قبل لما قلت لكم الفرق بين شو بين الناس الأوائل، إنه لو سألت أي زول يعني من الناس اللي بيكونوا متقدمين في الدرجات وكذا، بتلقى إنه بيحفظ بطريقة مميزة، بيربط الحياة بكلمات يعني طريفة وكذا، فده ما غباء يعني، ده بالعكس هو كده بيشتغل كيف بطبيعة العقل البشري اللي هو محب للخيال ومحب للصور. ودي الحاجة اللي احنا بنستقبلها لما نيجي نحفظ الحاجة. كنصيحة أخيرة، لما تجرب حاجة وتفشل ما تجرب نفس الحاجة وتنتظر نتيجة مختلفة زي ما أنا عملتها. بجتهد بنفس الطريقة، بذاكر بنفس الطريقة، وبفشل بنفس الطريقة. الغلط ما فيكم، الغلط في الطريقة. تمام؟ الغلط ما فيكم، الغلط في الطريقة. لما تغيروا الطريقة تصلوا للنجاح.